الدراسة الأجانب يعني مستوى البكالوريا تيخول لك باش تلتحق بالجامعة التطبيقية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي في نهار جديد وموضة جديد. موضنا اليوم غادي يكون حول الدراسة أو في كيفية الدراسة في هولندا. كيف كيعرف الجميع بأن الدراسة في هولندا يعني إجبارية على أي طفل ابتداء من 4 سنوات، يعني تيمكن له يلتحق بالتعليم الابتدائي وخا يكون ذوي الاحتياجات الخاصة، تيخصو لهم مدارس يعني وحتى وسيلة النقل باش يلتحق بالتعليم، ويعني حتى في العطل لازم يا كنتي باغي تاخدو قبل أو بعد لازم يكون عندك إذن تاخد عليه ولا كتلقى غرامة. أما التعليم ما بعد الابتدائي اللي هو 3 ديال الأنواع اللي هو فين بيو هافو وفيفيو، ويعني نوع من هاد 3 الأنواع اللي هو الأول فين بيو يعني تيكون على حسب ذكاء التلميذ، وحتى من ناحية تتوجه يعني حتى من ناحية المدرسين اللي درسوه في الابتدائي تيوجهوه للمستوى اللي ما بعد الابتدائي. للنوع الاول هو في فيو تقرا في 4 سنين، اما هافو 5 سنين، اما في فيو هو 6 سنين، واللي هو كيتعتبر الاقوى يعني الشهاده ديالو قويه، ولكن على حسب رغبات ومستوى وذكاء التلميذ هو اللي تيخول له فين غيلتحق. وكل نوع من هاد 3 الانواع يعني كاينين فوسطو تخصصات كتختلف يعني التخصصات من ناحيه المهنه ولا من ناحيه التعليم. ويمكن حتى التلميذ اللي كيلتحق بالمستوى الاول من بعد الابتدائي يعني تيمكن له يلحق حتى المستويات الاخرين بحال الهافو ولا فيفيو ولا الخيمناسيوم ولا حتى اليونيفرسيتيت، ولكن تيطوال عليه الوقت. فلهذا بحال كي قلنا يعني في ام بيو تيقرا فيه 4 سنين، اما هافو تيقرا فيه 5 سنين، اما في فيو تيقرا فيه 6 سنين. والطالب اللي كيخلص في ام بيو تيمكن له يلتحق بالمعهد المهني اللي هو ام بيو، تيمكن له يقرا فيه 2 سنين، وداك الساعه تيمشي لسوق الشغل، ولكن الا بغى يكمل قرايتو راه تيكمل قرايتو باش يعني يحصل على واحد الشهاده عليا. بعد المرحله ديال فيفيو تيتخول لك باش تمشي للخيمناسيوم. الخيمناسيوم تعتبر بحال شهاده البكالوريا، منها تيمكن لك تمشي للجامعه. والجامعه كاينه نوعين هنايا، كاينه جامعه تطبيقيه وجامعه بحثيه. التطبيقيه اللي هي تختص انفيستيت، والبحثيه اللي هي ريسيرش انفيستيت. والجامعات هنا في هولندا يعني كتعتبروا من اقوى الجامعات في العالم، اللي منهم جامعه ديل في التكنولوجيا اللي كتعتبر من الاوائل في هولندا، وكتعتبر كذلك من الاوائل في العالم من ناحيه الدراسه في المياه وما يتعلق بالمياه. وكيف كتعرفوا الهولنديين ويعني حياتهم مع المياه، ويمكن لكم تشاهدوا الفيديوهات هنا انا كنت تكلمت عليهم. الجامعات كاين منهم جامعات ديلفت، نايميخن، اوتريخت، خرونيغن، امستردام، لايدن، ويعني هاد الجامعات كيتعتبروا من 100 الاوائل في العالم. الجامعه التطبيقيه كيدرس فيها التلميذ اللي درس يعني بعد الابتدائي في مستوى هافو اللي درس فيه 5 سنين، والتخصص بالجامعة التطبيقية اللي هو 4 سنوات. أما الجامعة البحثية يعني كتكون فيها الدراسة 3 سنوات، غير أن الجامعة البحثية كتكون الشهادة ديالها يعني شوية قوية، وكل شيء تيبقى على حسب رغبة التلميذ. دابا نتكلم على الدراسة الأجانب يعني مستوى البكالوريا تيخول لك باش تلتحق بالجامعة التطبيقية اللي هي توخ باست انفيستيت، كأنك قريتي في المستوى الثاني ديال الثانوي. وإلا بغيتي الجامعة بحثية فكتاخذ واحد سنة دعم، يعني سنة تحضيرية كتاخذ فيها مواد علمية وما غير ذلك باش تلتحق بالجامعة البحثية. وكيف كيعرف الجميع بأن الدراسة في هولندا ماشي بالمجان؟ يعني
الدراسات الجامعية ضروري ما تيكون الخلاص عليهم، يعني الرسوم والكتب يعني كطيح السنة من 2000 أورو إلى حتى 4000 أورو، غير هو في السنة الأولى تيكون تخفيض ديال 50%، يعني وهذا التخفيض تيكون مخصص غير الناس المقيمة بهولندا أو الناس اللي تحت يعني دائرة الاتحاد الأوروبي، هو اللي كيتخصص لهم هاد 50% ديال التخفيض، وكذلك كتمنحهم وزارة التربية والتعليم قرض باش يكملوا الدراسة ديالهم. أما إذا كنت يعني ما مقيمش خارج هولندا أو خارج دول الاتحاد الأوروبي، فيعني الرسوم كترتفع إلى حتى 8000 إيرو في السنة، يعني 8000 إيرو سنويا، وكيخصك تقرا 4 سنوات. يعني حتى الناس اللي كياخذوا قرض من عند وزاره التربيه والتعليم يعني كيشوفوا المستوى المعيشي ديالهم، واش عايش وحدك ولا عايش مع العائله، وهما تيخصوا لك يعني القرض، وحتى من وهذا القرض تيكون النسبه ديالو الفائده ديالو 0%، يعني ما عليهش فوائد، يعني الانسان غير كيتخرج هما تيشوفوا كتجي ليه حتى 60 ايرو في الشهر يعني باش ترد هذا القرض هذا. وفي قلت هذا القرض يكون ممنوح غير الناس اللي في دول الاتحاد الاوروبي ولا الناس المقيمه هنا في هولندا. اللغه، من ناحيه اللغه يعني الا كنت حتى غير مقام يعني جاي من دوله خارج هولندا ما ساكنش في هولندا، يعني ضروري ما تكون الانجليزيه، كاين هنا جميع المواد بالإنجليزية، ويعني واخا ما تكونش عندك الهولندية يعني يمكن لك تواصل بالإنجليزية. إلا كنتي باغي تقدم على يعني على الجامعة التطبيقية وعندك اللغة الإنجليزية، كيطلبوا لك يعني درجة 6 من اللغة الإنجليزية. أما إلا كنتي باغي الجامعة البحثية فكيطلبوا منك يعني 6.5 درجات لغة الإنجليزية. وإذا كان عندك اهتمام في الأمر يعني يمكن لك تدخل تشوف هاد السايد هذا ستودي ان هولاند، فيه جميع المعلومات. نطلب من الله نقدر نكون وصلت المعلومة هي هذيك، يعني هذا جانب البحث اللي درت في هاد الشيء، قدر نكون نسيت شي حاجة ولا، ولكن أنا متأكد بأن المعلومات 99% صحيحة. نقدر نكون نسيت شي حاجة واخا، ولا تكون شي حاجة تفصيلية يعني ما قدرتش باش نوصلها، ولكن يعني المضمون هو باين. نطلب من الله تعجبكم هذه المعلومة، ما تنساوش لايك، لا ما مشاركينش اشترك في القناة ديال بخويا فلوكس، وحتى الفلوغ للموضوع الجاي. السلام عليكم، تشوس.